السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا سعيد، هل تعرفون لماذا؟ أكيد تعرفون لماذا، لأنني اليوم استطاع عدد المشتركين أن يتجاوز 100 مشترك. صراحة لم أتوقع أن أصل إلى هذا العدد، بفضل الله وبفضلكم استطعت أن أصل إلى هذا العدد الفريق بالنسبة إلي، ولكنه قد يكون ضئيل بالنسبة إلى القنوات اليوتيوب الأخرى. ولكن كم أني لم أتوقع أن أصل إلى 100 مشترك، أكيد فلن أتوقع أن أصل إلى 1000 مشترك أو 10,000 مشترك أو 100,000 مشترك. ولكن مع مرور الوقت وبعد أن أبذل جهودات أعلى قد أصل إلى هذا العدد، ليس هناك أي شيء يمنع هذا. ولذا أشكركم 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 على هذا الدعم الوفي. كنت أريد أن أقوم بإظهار القنوات التي ساندتني اليوم، إلا أن للأسف أنا متعب ولدي بعض الأشياء الأخرى التي أعملها مثل دراستي، ولذا لم أجد الوقت الكافي كي أجمع التعليقات التي ساندتني. ولكن كل شخص ساندني الآن أنا أشكره من أعماق قلبي، وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة. السلام عليكم، نرجو من المتابعين الجدد الضغط على زر الاشتراك، وإذا كنت مشتركا نرجو منك الضغط على زر الجرس ليصلك التنبيهات في حالة ما إذا نزلنا فيديو جديد، وشكرا.